بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أتواصل معكم في شرح لدرس من دروس الفيزياء للصف الحادي عشر العلمي، معكم الأستاذ عمر مفلح العلامة من وزارة التربية والتعليم. ودرسنا اليوم إن شاء الله هو الطاقة. وسنتناول مؤشرات الأداء التالية: التعرف على أشكال الطاقة المختلفة، حساب طاقة الحركة لجسم معين، تطبيق نظرية الشغل طاقة الحركة في حل المسائل التمييز بين طاقة الحركة وطاقة الوضع تصنيف طاقة الوضع حسب نوعها حساب طاقة الوضع لجسم معين بدلالة موقعه نبدأ أولا بطاقة الحركة ويرمز لها بالرمز KE Kinetic Energy طاقة الحركة تعرف بأنها الطاقة التي يكتسبها جسم نتيجة حركته انظروا معي أحبائي إلى هذه الصور ما الذي أدى إلى اقتلاع هذه الأشجار من مكانها وما الذي أدى إلى تحطم هذه السفينة وما الذي أدار هذه المراوح أنت تعلم عزيز الطالب أن الرياح في يوم عاصف تسبب نزع الأشجار من مكانها وأن الرياح تؤدي إلى هبوب الأمواج بشكل خطير يؤدي إلى تحطم السفن وهي التي أدارت المراوح لاحظ هنا أن الرياح في هذه الحالة والمياه قد امتلكت طاقة مكنتها من بذل شغل على هذه الأجسام مثل هذه الطاقة التي تمتلكها الأجسام نتيجة حركتها تسمى بطاقة الحركة وتعطى طاقة الحركة بالمعادلة التالية KE تساوي نصف MV تربيع أي أن طاقة الحركة تساوي نصف مضروبا في كتلة الجسم مضروبا في مربع سرعة الجسم ولاحظوا أن طاقة الحركة تعتمد على كتله الجسم وكذلك سرعته وهي تقاس حسب النظام الدولي للوحدات بوحده كيلوغرام متر مربع لكل ثانيه تربيع وهي تكافئ وحده الجول الشغل وطاقه الحركه هل يوجد احبائي علاقه ما بين الشغل وطاقه الحركه نعم وسنقوم باستنتاج هذه المعادله اعتمادا على هذا الشكل يظهر الشكل التالي ركابا كتلته ام يتحرك على مضمار هوائي بدون احتكاك بتأثير قوة شد ثابتة اف هنا على هذا الخط يتسارع الركاب من سرعة في initial سرعة ابتدائية عند هذا الموضع إلى سرعة نهائية عندما ينتقل بين موضعين اكس initial و اكس final. تبذل محصله القوه على الركاب شغلا يعطى بالعلاقه W توتال تساوي F نت مضروبا في دلتا اكس وهي مقدار الازاحه في كوساين الثيتا وهنا ثيتا تساوي صفرا لان اتجاه حركه الركاب مع اتجاه القوه من معادلات الحركه التي درستها عزيز الطالب تستطيع استنتاج معادله السرعه A تساوي V فاينل تربيع ناقص V initial تربيع على 2 دلتا اكس خذ هذه المعادلة وقم بتعويضها في قانون نيوتن الثاني سيجما إف تساوي M في A وتساوي M نعوض بدلا من A بقيمتها هنا والتي قمنا باستنتاجها من معادلات الحركة هذه القيمة أيضا نعوضها في معادلة الشغل الكلي ويصبح لدينا الناتج التالي W توتال تساوي نصف M في فاينل تربيع ناقص نصف M في إنيشال تربيع ما الذي يمثله هذا المقدار؟ هذا المقدار يمثل الطاقة الحركية النهائية، وهذا المقدار يمثل الطاقة الحركية الابتدائية، ومقدار هذا المقدار بالكامل يمثل التغير في طاقة الحركة، وهنا احبائي نصل إلى نظرية تسمى نظرية الشغل طاقة الحركة w total دالتا ke أي أن الشغل الكلي المبذول يساوي التغير في طاقة حركة الجسم. وتذكروا معي أحبائي هذه المعادلة لأننا سنستخدمها إن شاء الله في حل المسائل الحسابية. ربط إشارة الشغل بسرعة الجسم إذا زادت سرعة الجسم يكون الشغل الكلي موجباً لأن طاقة حركة الجسم النهائية أكبر من طاقة حركته الابتدائية. لاحظوا أحبائي إذا زادت سرعة الجسم تكون في فاينل أكبر من في إنيشال وهنا تكون الطاقة الحركية النهائية أكبر من الطاقة الحركية الابتدائية فيكون الشغل الكلي موجباً. اما اذا انخفضت سرعه الجسم فيكون الكل الشغل الكلي سالبا لان طاقه حركه الجسم النهائيه اقل من طاقه حركته الابتدائيه لان في V-Final هنا تكون اقل من في انيشال من المشاهد العمليه على ربط الشغل بطاقه الحركه مثال المطرقه التي تضرب مسمارا حيث يكون للمطرقة طاقة حركة تمكنها من بذل شغل على المسمار، جزء من هذه الطاقة يستخدم او يستعمل لدفع المسمار في الحائط، بينما الجزء الاخر يقوم بتسخين المطرقة والمسمار جراء الصدمات. الشكل الثاني من اشكال الطاقة هو طاقة الوضع والتي يرمز لها بالرمز Pe potential energy. لاحظ احبائي هذه الصخرة المعلقة. ولاحظ هذا الشخص يقوم بإطلاق هذا السهم مستخدما القوس إذا فقدت هذه الصخرة اتزانها فإنها ستسقط وتكتسب طاقة حركية وكذلك إذا قام هذا الشخص بإفلات القوس فإنه سيكسب السهم طاقة حركية هذا يدل على أن كل من الصخرة وكل من القوس أو السهم قد امتلكا طاقة مكنتهما من بذل شغل وهذا الشكل من اشكال الطاقة التي يعتمد على موقع الجزيئات، موقع جزيئات الجسم بالنسبة لبعضها البعض أو على موقع الجسم من أجسام أخرى يسمى بطاقة الوضع. إذا طاقة الوضع هي الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة تغير موقع جزيئات الجسم بالنسبة لبعضها البعض أو بسبب موقع الجسم من أجسام أخرى. لأشكال الوضع أو لطاقة الوضع أشكال من هذه الأشكال نبدأ أولا بطاقة الوضع الجذبية وهي الطاقة المقترنة بجسم ما بسبب موضعه وخضوعه لقوة الجاذبية. لاحظ أحبائي هذا الشخص يقوم برفع صندوق إلى الأعلى. إذا أردت رفع صندوق إلى الأعلى فأنت يجب أن تبذل عليه تبذل عليه شغلا ضد قوة الجاذبية، وهذا الشغل الذي بذلته أنت يكون مساويا لشغل الجاذبية الأرضية ولكن يعاكسه في الإشارة، وهذا الشغل يختزن في الجسم على شكل طاقة وضع جاذبية، بمعنى أن التغير في طاقة الوضع الجاذبية يساوي سالب الشغل المبذول من قوة الجاذبية، وفي درس الشغل تناولنا أحبائي أن الشغل الذي تبذله الجاذبية على جسم كتلته إم ويرفع إلى الأعلى مسافة رأسية مقدارها h يساوي حسب العلاقة التالية: w جي تساوي الضرب القياسي لمتجه القوة في متجه الإزاحة، والقوة هنا هي قوة الجاذبية. نقوم بإعادة ترتيب حدود هذه المعادلة بدلاً من f جي ام جي الارتفاع هو أو الإزاحة هنا تمثل الارتفاع h في كوساين المئة 180، لأن اتجاه الحركة إلى الأعلى رأسياً إلى الأعلى واتجاه قوة الجاذبية راسيا نحو الاسفل. كوساين ال 180 يساوي سالب واحد، اذا الشغل الذي بذلته الجاذبية يساوي سالب ام جي في اتش. خذ هذه المعادلة وعوضها في معادلة التغير في طاقة الوضع الجذبية نصل إلى أن دلتا بي اي جي تساوي سالب هي إشارة أصلية هنا مضروبا في شغل قوة الجاذبية ويساوي سالب ام باختزال الإشارة السالبة هنا نصل إلى أن التغير في طاقة الوضع الجذبية يساوي ام في جي في H وهي تساوي كتلة الجسم M مضروبا في عجلة السقوط الحر جي مضروبا في الارتفاع الرأسي لإيجاد طاقة الوضع عند نقطة فإننا نختار مستوى مرجعيا نقيس منه الارتفاع ونعتبر أحبائي أن طاقة الوضع الجذبية عنده تساوي صفرا ما يعني أن PEG تساوي MGH وتساوي كتلة الجسم هنا نتكلم عن طاقة الوضع الجذبية وليس التغير في طاقة الوضع الجذبية وتساوي كتلة الجسم مضروبا في عجلة السقوط الحر مضروبا في الارتفاع عن المستوى المرجعي هنا نركز حباي قليلا على الارتفاع عن المستوى المرجعي وكيف نقوم بتحديد المستوى المرجعي أنت الآن عندما تقوم بحل المسألة الحسابية هو في هذه المسألة يعطيك تلميحا عن موضع المستوى المرجعي المرجعي نأخذ مثلا مثالا هنا كرة ألقيت من سطح الطابق الثاني واستقرت هذه الكرة على سطح الطابق الأول أين نختار المستوى المرجعي؟ هنا إذا اخترنا المستوى المرجعي هو سطح الأرض، لاحظ أن الكرة تقع فوق المستوى المرجعي، لذلك يكون للكرة طاقة وضع موجبة. أما إذا اعتبرنا أن سطح الطابق الأول هو السطح المرجعي، لاحظ أن الكرة لا ترتفع عن السطح المرجعي، وإنما تقع على السطح المرجعي، لذلك يكون طاقة وضع الكرة الجذبية صفرا، وإذا اخترنا السطح المرجعي هو سطح الطابق الثاني، يكون طاقة وضع الكرة سالبة لأن الكرة أصبحت أسفل السطح المرجعي الشكل الثاني أحبائي من أشكال طاقة الوضع هي طاقة الوضع المرونية وهي الطاقة المختزنة في الجسم المرن عندما يتغير شكله هنا لدينا زنبرك مثبت من إحدى طرفيه ومعلق في نهايته كتلة اذا قمت انت بضغط هذا القالب الخشبي المثبت في الزنبرك فان القالب سيندفع ويتحرك طبعا انت هنا قمت بدفع القالب الخشبي ثم قمت بافلاته فان هذا القالب الخشبي سيندفع ويتحرك مكتسبا طاقه حركه ما يعني ان الزنبرك قد بذل شغلا على القالب وايضا اذا قمت انت بضغط زنبرك او سحبه فانك احدثت هنا او بذلت عليه شغلا وهذا الشغل يختزن في الزنبرك على شكل طاقه وضع مرونيه وهذا الحال ينطبق على جميع الاجسام المرنه بما فيها الزنبركات وكذلك خيوط شبكه التنس او اوتار القيثاره عندما قمت بضغط الزنبرك بذلت عليه شغلا بالمثل عندما كما تكلمنا عن قوه الجاذبيه تبذل عليه شغلا ضد قوة المرونة وهذا الشغل الذي بذلته مساويا لشغل قوة المرونة ولكن بيعاكسه في الاتجاه ويختزن هذا الشغل على شكل طاقة وضع بالمرونية بمعنى أن التغير في طاقة الوضع المرونية يساوي سالب الشغل المبذول من قوة المرونة لاحظوا أحبائي أن قوة المرونة في الزنبرك تتغير مع استطالة الزنبرك وهذا تم شرحه سابقاً وهي تساوي إزاحة طرف الزنبرك دلتا إكس المتصل بالكتلة لاحظ هنا إكس إنيشال هذا هو موضع الزنبرك الابتدائي عندما قمت بضغطه أصبح موضع أو نهاية الزنبرك عند الموضع إكس فاينل وهي هنا تساوي هذه الإزاحة تساوي دلتا إكس وهنا نستنتج أن الشغل الذي بذلته قوة المرونة يساوي المساحة المحصورة تحت الخط البياني لمنحنى القوة الاستطالة المساحة هنا تمثل مساحة مثلث وهي تساوي نصف القاعدة في الارتفاع وتساوي النصف مضروبا في الارتفاع هو F إلاستيك أو قوة المرونة مضروبا في القاعدة هي استطالة زنبرك دلتا إكس إذا دبليو إلاستيك أو الشغل المبذول من قوة المرونة يساوي النصف هي إشارة أو النصف رقم ثابت اف elastic تساوي سالب كي دلتا اكس تناولناه ايضا في حصص سابقه مضروبا في مقدار الازاحه باعاده ترتيب حدود المعادله نصل الى ان قوه المرونه تساوي الاشاره السالبه الى الخارج تساوي نصف سالب نصف مضروبا في ثابت مرونه الزنبرك مضروبا في دلتا اكس تربيع تكلمنا عن ان التغير في طاقه الوضع المرونيه يساوي سالب الشغل المبذول من قوة المرونة، نعوض هذه المعادلة هنا ويكون التغير في طاقة الوضع المرونية مساويا لنصف مضروبا في كي في دلتا إكس تربيع، أي أنها تساوي نصف مضروبا في ثابت الزمبرك مضروبا في مربع استطالة الزمبرك. وإذا أردنا أعزائي الطلاب حساب طاقة الوضع المرونية وليس التغير في طاقة الوضع المرونية فأننا سنختار موضعا يعتبر هو موضع اتزان للزنبرك أي أن زنبرك يكون غير مضغوط وغير مستطيل وتكون استطالته في هذه الحالة صفرا بمعنى أن X initial تساوي صفر وهنا نصل إلى أن طاقة الوضع المرونية تساوي نصف مضروبا في ثابت الزنبرك مضروبا في مربع استطالة الزنبرك الآن أحبائي لنتناول بعض المسائل الحسابية سؤال الأول كرة بولينج كتلتها 7 كيلوغرام تتحرك بسرعة 3 متر لكل ثانية أوجد طاقة حركتها وكم يجب أن تكون سرعة كرة طاولة كتلتها 2.45 جرام ليكون لها نفس طاقة حركة كرة البولينج السؤال هنا به بمجزا الى مسالتين المساله الاولى يطلب منك حساب طاقه حركه كره البولينج نعوض اولا في معادله طاقه الحركه كي اي لكره البولينج تساوي نصف مضروبا في ام سرعه كره البولينج مضروبا في كتله كره كتله كره البولينج مضروبا في مربع سرعه كره البولينج وتساوي نصف مضروبا في كتلة كرة البولينج هي 7 كيلوغرام مضروبا في مربع سرعتها ثلاثة تربيع ويكون كي اي لكرة البولينج مساوي ل 31 ونصف جول. الفرع الثاني كم يجب ان تكون سرعة كرة طاولة كتلتها 2.45 حتى تمتلك نفس هذا المقدار من الطاقة الحركية. لاحظ ان المجهول هنا هو سرعة كرة التنس. نعوض باعاده ترتيب حدود هذه المعادله ولكن هنا لسرعه كره التنس تساوي في تي تساوي الجذر التربيعي لاثنان مضروبا في طاقه الحركه مقسوما على الكتله، لاحظ اذا اردنا حساب السرعه هنا نضرب كي اي -E الطاقه الحركيه في اثنان ومن ثم نقسم على الكتله، لماذا وضعنا احبائي هنا كي اي -E لكره البولينج؟ لانه يطلب حساب السرعه عندما تمتلك كره التنس نفس الطاقه الحركيه التي حسبناها بالفرع الاول وهي طاقه حركه كره البولينج نعوض الان في لكره التنس تساوي الجذر التربيعي ل 2 مضروبا في الطاقه الحركيه لكره البولينج والتي هي نفسها لكره التنس مقسوما على كتله كره التنس 2.45 وهنا قمنا بتحويل وحده الغرام الى الكيلو مضروبا في 10 اس سالب 3 ويكون سرعة كرة التنس تساوي 1.6 في 10 أس 2 متر لكل ثانية، أي أن كرة التنس حتى تمتلك طاقة حركة كرة البولينج يجب أن تمتلك سرعة تعادل 160 متر لكل ثانية، وارتفاع سرعتها هنا نتيجة انخفاض كتلتها، أو لأن كتلتها صغيرة جدا، وبالتالي يجب أن تعوض انخفاض أو نقصان كتلتها بسرعة عالية حتى تحقق الطاقة الحركية لكرة البولينج. السؤال الثاني: تتسارع سيارة كتلتها 2 في 10 اس 3 كيلوغرام من حالة السكون على أرض أفقية إذا كانت القوة الناتجة عن محرك السيارة هي 1140 نيوتن إلى الأمام ومحصلة قوى الإعاقة 950 نيوتن استخدم نظرية الشغل طاقة الحركة لإيجاد المسافة التي يجب أن تقطعها السيارة لتصل سرعتها إلى 2 متر في الثانية أولا يطلب منك حل هذه المسألة باستخدام نظرية الشغل طاقة الحركة هل تتذكرون معي هذه المعادلة؟ أحسنتم W total تساوي دلتا كي اي أن الشغل الكلي يساوي التغير في طاقة الحركة نعوض بدلا من الشغل الكلي هو عبارة عن الضرب القياسي للقوة في مقدار الإزاحة أو لمتجه الإزاحة وتساوي التغير في طاقة الحركة نصف ام في فاينل تربيع ناقص نصف ام في انيشال تربيع هنا اف نت هي اف نت دي كوساين ثيتا بدلا من الضرب القياسي نقوم بكتابة معادلة الضرب القياسي وتساوي التغير في طاقة الحركة نعوض بدلا من اف نت كم قوة احبائي تؤثر على السيارة تؤثر عليها قوتان، القوة الأولى هي قوة المحرك نحو الأمام ومحصلة قوة الإعاقة نحو الخلف، أي أن القوتان باتجاهين متعاكسين، لذلك تكون محصلة القوة على السيارة هي 1140 وهي قوة المحرك ناقص 950 وهي قوة الإعاقة، مضروبًا في دي وهي المسافة المطلوب حسابها التي يجب أن تقطعها السيارة. مضروبا فيه كوساين الصفر، لماذا وضعنا احبائي هنا كوساين الصفر؟ لاحظ ان محصلة قوى السيارة هي إلى الأمام لأن قوة المحرك أكبر من قوة الإعاقة، قوة المحرك إلى الأمام، قوة الإعاقة إلى الخلف، قوة المحرك أكبر، إذا تكون المحصلة النهائية لهذه القوة مع اتجاه الحركة، لذلك الزاوية تكون صفرا بين محصلة القوة واتجاه الإزاحة، تساوي نحسب الآن الطاقة الحركية أو التغير في الطاقة الحركية نصف مضروباً في كتلة السيارة اثنان في 10 أس 3 مضروباً في سرعتها النهائية التي ستصل إليها وهي 2 تربيع ناقص الطاقة الحركية الإبتدائية نصف مضروباً في كتلة السيارة مضروباً في صفر لأن السيارة قد بدأت حركتها من السكون الآن هذا الحد بالكامل سيساوي الصفر لأن ضربناه بصفر وكوسين الصفر أنت تعلم أنها تساوي الواحد. بتجميع حدود المعادلة 1140 ناقص 950 هي 190 مضروباً في دي وهذا الحد بالكامل يعطينا 4 في 10 أس 3 الآن دي تساوي 4 في 10 أس 3 مقسوماً على 190. هنا يكون المسافه التي قطعتها السياره مساويه ل 21 متر حتى تتحول او تنتقل سرعتها من الصفر الى 2 متر في الثانيه السؤال الثالث لزمبرك طول اصلي 2.45 متر وثابت 5.2 نيوتن لكل متر عند تعليق كتله في طرفه يستطيل رأسيا حتى يصل إلى طول نهائي 3.57 متر احسب طاقة الوضع المرونية المختزنة في الزمبرك هنا مباشرة أحبائي نقوم بتعويض المعادلة واستخدام المعادلة التي تعطينا طاقة الوضع المرونية طاقة الوضع المرونية PE Elastic إي تساوي نصف في K في دلتا X تربيع وتساوي نصف مضروبا في ثابت الزمرك 5.2 مضروبا في مقدار الاستطالة كيف نحسب مقدار الاستطالة؟ هي الطول النهائي 3.75 ناقص الطول الأصلي 2.45 وهنا بين قوسين الكل تربيع لأن دلتا إكس تربيع ويكون طاقة الوضع المرونية تساوي 3.3 جول السؤال الرابع يتأرجح أحمد في أرجوحة معلقة بحبال طول كل منها 2 متر هذه هي الحبال طولها 2 متر إذا كانت كتلته 40 كيلوغرام جد طاقة الوضع الجذبية لأحمد بالنسبة إلى أدنى وضع له انتبه معي إلى هذه الجملة إلى أدنى وضع له في الحالات التالية أولا عندما تكون الحبال أفقية عندما تكون الحبال في اسفل نقطة للقوس الدائري، عندما تشكل حبال زاوية 30 درجة مع العمودية. نبدأ أولا بحساب طاقة الوضع الجذبية لأحمد عندما تصبح الحبال أفقية. كيف يكون شكل هذه الأرجوحة إذا أصبحت الحبال أفقية؟ أحسنتم. هنا سيرتفع أحمد مع هذا القوس أو على هذا القوس. ومن ثم يصعد الى الاعلى وتصبح الحبال افقيه موازيه للمستوى المرجعي. كيف سنحسب طاقه الوضع الجذبيه؟ طاقه الوضع الجذبيه تساوي P.E.G اي جي تساوي ام جي ولا شك عزيز الطالب انك قد علمت انه اذا اصبحت الحبال افقيه فان احمد سيرتفع عن المستوى المرجعي ارتفاعا يعادل طول الحبال نفسها وهو 2 متر. وهنا نشير إلى اختيارنا للمستوى المرجعي، لماذا قمنا باختيار المستوى المرجعي عند هذا الموضع؟ لاحظ أنا ذكرت لك في السؤال أو في أثناء الشرح أنه سيعطيك في المسألة تلميحاً إلى المستوى المرجعي، التلميح موجود هنا. يطلب حساب طاقة الوضع عند أدنى أو بالنسبة لأدنى وضع له، أدنى موضع لأحمد عندما يكون عند هذه النقطة، لذلك نختار هذا المكان هو المستوى المرجعي. نعوّض. PEG اي جي تساوي كتلة احمد هي 40 كيلوغرام مضروبا في عجلة السقوط الحر 9.81 مضروبا في الارتفاع ارتفاع احمد عن المستوى المرجعي والذي هو نفسه طول الحبال مضروبا في اثنان فيكون PEG اي جي تساوي 785 جول. ثانيا عندما تكون الحبال في أسفل نقطة للقوس الدائري، أين يكون موضع أحمد؟ إذا أصبح في أدنى نقطة أو في أسفل نقطة للقوس الدائري، ممتاز، يكون موضع أحمد عند هذه النقطة، ولاحظ أن ارتفاع أحمد عن المستوى المرجعي عندما يكون في هذه النقطة يساوي صفرًا، لأنه قد عاد أو لامس المستوى المرجعي، نطبق نفس معادلة طاقة الوضع الجذبية بي اي جي تساوي mgh وتساوي 40 مضروبا في 9.81 مضروبا في الارتفاع عن المستوى المرجعي، إذا كان في هذا الموضع سيكون ارتفاعه صفرا ويكون طاقة الوضع الجذبية في هذه الحالة مساوية للصفر. لاحظ أحبائي هذه الطاقة طاقة الوضع الجذبية في الحالة الثانية تساوي صفرا على اعتبار أننا قد افترضنا أن المستوى المرجعي هو أدنى موضع لأحمد ولكن يمكن ان تكون له طاقه وضع جذبيه اذا قمنا باختيار سطح الارض سطحا مرجعيا. الجزء الثالث من هذه المساله حساب طاقه الوضع الجذبيه عندما تشكل الحبال زاويه 30 درجه مع العمودي اذا شكلت الحبال زاويه 30 درجه لاحظ عزيزي الطالب ان احمد سيدور بالارجوحه على هذا القوس ويصبح في هذا الموضع ويكون له ارتفاع عن المستوى المرجعي يساوي h وهنا تكون الحبال قد دارت بزاويه ثلاثون درجة لحساب طاقة الوضع الجذبية لأحمد عند هذا الموضع يلزمنا حساب ارتفاعه عن المستوى المرجعي H كيف سنقوم بحساب ارتفاعه؟ لاحظ عزيز الطالب أن أحمد عندما دار على هذا القوس تشكل لدينا هذا المثلث زاوية رأسه تساوي ثلاثون درجة إذا قمنا بحساب ارتفاع أو طول هذا الضلع Y المجاور لزاوية الرأس نستطيع عندها أن نحسب قيمة h وذلك بطرح قيمة y من الارتفاع الكلي للحبال، ولدينا هنا الوتر في هذا المثلث وهو طول الحبال نفسه 2 متر، كيف سنستطيع ذلك أحبائي؟ لدينا مثلث، لدينا فيه زاوية رأس، ولدينا ضلع مجاور له، ولدينا وتر، نختار النسبة المثلثية المساوية المناسبة، أحسنتم، إنها كوساين ثيتا تساوي المجاور على الوتر كوساين ثيتا هنا هي كوساين الثلاثين المجاور للزاوية هي واي والوتر هنا يساوي اثنان متر اذا قيمة واي تساوي اثنان كوساين الثلاثين وتساوي واحد فاصلة ثلاث وسبعون بالمئة من المتر قيمة واي الآن لحساب قيمة اج نطرح قيمة واي من الارتفاع الكلي للحبال اذا نصل الى ان h تساوي 2 ناقص 1.73 فيكون قيمه h تساوي 27% وهي ارتفاع احمد عن المستوى المرجعي الان نكرر المعادله السابقه بطاقه الوضع الجذبيه تساوي ام جي وتساوي 40 مضروبا في 9.81 مضروبا في 27% ويكون طاقة الوضع الجاذبية لأحمد عند هذا الموضع مساوية ل 106 جول. ملخص أحبائي لما تناولناه، تناولنا هنا أشكال الطاقة المختلفة، تعرفنا على طاقة الحركة لجسم معين قمنا بتطبيق نظريه الشغل طاقه الحركه في حل المسائل، ميزنا بين طاقه الحركه وطاقه الوضع، وقمنا بتصنيف طاقه الوضع الى انواعها، وقمنا بحساب طاقه الوضع لبعض الاجسام بدلاله موقعها. الى هنا احبائي ناتي الى نهايه لقائنا معكم لهذا اليوم، هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.